لا يقل أهمية، فمنذ أيام استقبلت مصر أكبر محفل اقتصادي وهو مؤتمر اليورو ماني، بعودة مؤتمر اليورو ماني للقاهرة يعني عودة مصر لمكانتها الاقتصادية عالميا وعودة الاقتصاد المصري إلى العمل بشكل أفضل، خاصة بعد إقبال الأجانب والمستثمرين العرب للمشاركة في هذا المؤتمر. يسعدنا أن يكون معنا للتحليل على مؤتمر اليورو ماني وانعكاساته على الاقتصاد داخليا وخارجيا وأيضا الاقتصاد المصري ككل من خلال الخطة التحفيزية الثانية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، الأستاذ علاء معتمد نائب رئيس تحرير الجمهورية لشؤون الاقتصادية. صباح الخير. صباح الخير. قبل ما نبدأ حوارنا نخرج مع السادة المشاهدين نتابع هذا التقرير ونرجع لحضرتك مرة أخرى. في إطار جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري، أكد الدكتور أحمد جلال الدين وزير المالية أن الحكومة ستقوم باستثمار 30 مليار جنيه في البنية التحتية والبرامج الاجتماعية وتعليم الأطفال. وقال الوزير إن عودة اليورو ماني للقاهرة تعني عودة الاقتصاد المصري إلى العمل بشكل أفضل، معربا عن سعادته برؤية الكثير من الأجانب والمستثمرين العرب للمشاركة في المؤتمر. وأضاف وزير المالية أنه عادة ما يقاس مستوى اقتصاد الدولة بمدخراتها، إلا أنها إضافة وليست بديلا عن الاستثمار، لأن ما ينعش الاقتصاد هو الاستثمار المحلي والأجنبي معا. وعن الدعم الخليجي قال الوزير إن مبلغ 12 مليار دولار التي تلقتها مصر ستقوم بتنشيط الاقتصاد. من ناحية أخرى قال مصدر بوزارة المالية إن الدكتور أحمد جلال الدين وزير المالية لم يحدد رقما معينا لقيمة الحزمة التحفيزية الثانية باعتبار أنها تتوقف على قدر الوفورات التي ستتحقق أو تتاح، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان القيمة قبل يناير المقبل وأن حجم الحزمة الجديدة سيتقرر في إطار الحرص على ألا تؤدي إلى زيادة عجز الموازنة عن 10% من الناتج المحلي وهو الرقم المستهدف من الوزارة. وفيما يهم المواطن البسيط قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه لن يتم المساس برغيف الخبز المدعم الذي يحصل عليه المواطن، على الرغم من أن الحكومة تعاني من عجز في الموازنة العامة يصل إلى 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدولة توفر نحو 21 مليار جنيه في موازنتها للخبز. اهلا بكم مجددا مشاهدينا، وبنعيد الترحيب بضيفنا في هذه الفقره الاستاذ علاء معتمد نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه للشؤون الاقتصاديه. اهلا بك. اهلا بك. وفي البدايه يعني زي ما سمعنا ارقام كتيره وامال كتيره في تحفيز الاقتصاد المصري، ولكن النتيجه ايه؟ النتيجه اللي احنا شايفينها دلوقتي المواطن المصري زعلان مش مبسوط. شوف، خلينا نتفق على ان من بعد ثورة 25 يناير الاقتصاد المصري بيعاني معاناة شديدة جدا، دخل في ازمة كبيرة نتيجة للاحداث، احداث العنف اللي عقبت الثورة، ونتيجة لغياب الاستقرار الامني والاستقرار السياسي في البلد. عارفين كلنا ان رأس المال، بيقال ان رأس المال جبان، رأس المال دايما بيحتاج الاستقرار، بيحتاج ان البلد تكون مستقرة سياسيا واجتماعيا وأمنيا حتى ينمو هذا المشروع، المشروعات تنمو والاقتصاد ينمو. بعد 25 يناير كلنا عانينا، كلنا شفنا ان مستوى الاقتصاد المصري بدأ يتراجع بشدة نتيجة للمصانع، بدأت عدد كبير من المصانع بدأ يتوقف، السياحة بدأت تتراجع، الانتاج بتاع المصانع بدأ يقل، شفنا ده أدى طبعا لأزمة كبيرة للبطالة. كل ده أدى في النهاية ان نسبة النمو تراجعت بالنسبة للاقتصاد، الأسعار زادت، لما الأسعار زادت يبدأ المواطن هنا التضخم زاد لأن الإنتاج كان قليل جدا. الأسعار بتزيد ليه يا دكتور؟ بسبب إيه؟ قلة الإنتاج. الأسعار، إحنا في مصر سوق حر بمعنى عرض وطلب، إذا قل الإنتاج، إذا قل العرض وزاد الطلب بالسعر بيزيد. طب اسمح لي، ده شيء طبيعي في النقطه دي، وده اللي بيؤدي الى ان المواطن يشعر بالمعاناه. طيب يعني لو بنتكلم على الانتاج، يعني هل مثلا انتاج، احنا بنتكلم على سله الغذاء، خلينا نقول سله غذاء المصريين، الخضر والفواكه واللحوم، هل انتاج الحاجات دي توقف؟ يعني الفلاح ما توقفش عن انتاج طبعا الخضر والفاكهه تحتاج ايه؟ بتحتاج اسمده، مصانع الاسمده قد توقفت،
بعض منها توقف، فبالتالي غليت سعر السماد غليت. لا لا سعر السماد سعر السماد غليت يعني عمليه نقل البضائع. يا دكتور ده احنا كل شويه يقولوا لنا، يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، لما بتسال مثلا تجار او حاجه زي كده انا عايز اوصل معاك لنقطه معينه اصلا انا مقتنع بيها، احنا في سوق احتكاري. شوف بالنسبه للخضر والفاكهه، الخضر والفاكهه في حاجه اسمها فاصل عروات. فاصل عروات معناها ان انت ممكن سلعه او زي يعني خضار معين بيطلع في الشتاء موسم معين، موسم معين بينتهي في موسم معين، زي ما كنا بنقول عليه البشاير، حاجه تبدا فلازم تبدا غاليه، ثم لما يزيد الانتاج بتاعها تبدا سعرها يقل، وده اللي شفناه احيانا نلاقي طبعا ده شيء طبيعي. طيب انا هقول حاجه ايضا بالنسبه لموضوع الحظر، اسمح لي معلش، بالنسبه لموضوع الحظر، حظر التجوال ادى في بعض الاوقات ان انت حركة نقل البضائع من مواقع الانتاج للاسواق كانت فيها مشكله، وبالتالي المعروض في السوق قل وبالتالي السعر زاد. دي الاقتصاد دايما حلقه كلها مترابطه ببعضها، لما بيحصل مشكله في مكان معين لازم تاثر على. طيب استاذ علاء، لما بتنتهي المشاكل دي السلع ما بتنزلش ليه؟ شوف مفيش حاجه اسمها انها تنزل، في سلع بتنزل وبنشوف الكلام ده في الخضار. لا بنشوف في الخضار والفاكهه. خليكم معانا يا جماعه، في لما بتزيد الانتاج في حاجه بتلاقي احيانا لو هو بيسحب سيد الطماطم بتلاقيه ب5 جنيه واحيانا بتلاقيه بجنيه ونص. بس دي اسعار حضرتك انت بتقول تحكمها السوق، لكن مثلا هو السلع الاستهلاكيه او السلع الاستهلاكيه او السلع المعمره اللي حضرتك بتتكلم عليها، في اجور بتزيد، في مواد خام بتزيد، في حاجات انت بتستورديها من الخارج عشان انتاجها، في عمل رقابه او الاجهزه اللي هي العمله، لما سعر العمله بيزيد وانت بتستوردي مكونات ولما بيقل بقى انت هتقدر تقول ان انت عندك مكتفي وعندك ثبات نسبي. احنا ما فيش في الاقتصاد حاجه اسمها ثبات للاسعار، لازم تطلع وتنزل عشان تشجع المستثمر ان هو يستثمر من جديد عشان يكسب. نعم. لما السعر يزيد شويه المستثمر بيلاقي حافز انه يكسب. ايه بينزل تاني يا استاذ علاء؟ الناس بتشتكي من الغلاء، خلينا ما نلبسش رصه في التراب. الناس بتشتكي ان كل حاجه غليت. مره لما الدولار طلع قال لك الدولار، قبل ما الدولار يطلع اصلا كانوا بيقولوا لا بيغلوا بره، في نفس الوقت ان جميع السلع العالميه كان في حاله ركود رهيب اصلا وكل اسعارها في الارض. ده دور الرقابه هنا، ده اللي انا عايز اوصل معاك حضرتك. نوعيه السوق اللي عندنا ما نقدرش نقول عليها انها سوق احتكاريه، لان نقول في بعض السلع ان هي فيها سوق احتكاريه. الاستراتيجيه جديدا في اليات للتحكم في السوق الحر. اذا كان عندك سوق حر فلازم يبقى عندك اجهزه للتحكم واداره الاسواق الداخليه اللي موجوده عندك، زي جهاز منافسه، جهاز حمايه المنافسه ومنع الاحتكار، زي جهاز حمايه المستهلك، زي منظمات المجتمع المدني اللي بالاجهزه دي. مطلوب حضرتك مثلا لجهاز المنافسه ومنع الاحتكار، تقييمك ليه هنا؟ مطلوب تفعيل هذه الاجهزه، مطلوب ان هي باستمرار يكون عندها مراقبه للسوق، مطلوب ان هي يكون عندك كفاءات، ما انت في نفس الوقت لازم يكون عندك كوادر تقدر تعمل الكلام ده، تقدر تشوف السلعه او الخدمه اللي بيتم احتكارها، هل فعلا تم احتكارها ولا لا؟ المشكله عندنا ان هي بتاخد وقت في التقييم. طيب هو ده استاذ علاء، نرجع للخطوه التحفيزيه الاقتصاديه اللي اعلنت عنها الحكومه مؤخرا، اللي هي تقدر باستثمار 30 مليار جنيه في البنيه التحتيه والبرامج الاجتماعيه وتعليم الاطفال. يعني في 4 شهور فاتت من السنه الماليه اللي هي 1/7، يعني اكثر من 45% من السنه راح. احنا عايزين نعرف ال 30 مليار دول هينفقوا فين؟ هم جايين منين؟ يعني من 12 مليار اللي هم جايين من الدول العربية والاستثمارات. زي ما قلت حضرتك ان لما حصل بعد الثورة ان الاقتصاد المصري بدأ يعاني من الأزمة اللي هو فيه، الحكومة الحالية بدأت تبحث عن خطط عاجلة لتنشيط هذا الاقتصاد مرة أخرى. تنشيط الاقتصاد بيتم من خلال تنشيط الاستثمار. تنشيط الاستثمار يبقى انت هتضخي اموال جديده في السوق اللي هي ما ينفق عليها تحفيزيه. بالظبط، اللي هي تحفيزيه معناها ضخ اموال جديده في السوق،
ضخ الاموال هيجي بالخطه اللي اتكلمت عليها الدوله اللي هي 30 او 29.7 مليار. الفلوس دي جايه من المساعدات الخليجيه زي ما حضرتك قلت 12 مليار هي 12 مليار دولار وليس جنيه، لكن ال 30 مليار 30 مليار جنيه. لما هتضرب حضرتك ال 12 مليار في 7 فطبعا احنا عندنا 84 مليار جنيه بالظبط، انت هتاخد منهم 30 تحفز بيهم الاقتصاد، هتحفز بيهم الاقتصاد من خلال ضخ هذه الاموال في استثمارات في البنيه التحتيه. في قطاعات معينه لما بتشتغل بتجر وراها باقي القطاعات زي ما بنتكلم على المقاولات، زي المقاولات المقاولات بالذات بتعمل كده لما بتشتغل حضرتك، وبالتالي فعلا الحكومه مخصصه جزء كبير من هذا المبلغ لتسديد المديونيات، لسداد مديونيات شركات المقاولات ومستحقات المقاولين اللي كانوا بيشتغلوا في المشروعات. في مشروعات كتير قوي كانت متوقفه نتيجه لعدم وجود موارد ماليه، وبالتالي ضخ هذه الاموال مره اخرى وسداد مستحقات المقاولين مره اخرى هيدي دفعه لهذه الشركات ان هي تعيد العمل فيها وان هي تنشط وتنتهي من المشروعات. ده بيحقق حاجتين بصراحه، اولا الحاجه الاولانيه هو الانتهاء من هذه المشروعات، وبالتالي احساس المواطن بالخدمه، لان احيانا بيكون كوبري مثلا او طريق محتاج رصف ومفيش موارد فيتوقف العمل خلال 45% من السنه اللي راحت الاربع شهور. هل فعلا قاموا بتسديد هذه المديونيات المستحقه للشركات بالنسبه للمقاولات، وبالتالي هذه الشركات سددت مديوناتها للبنوك او هي يمكن بتاخد وقت شويه بالظبط، هي هتاخد وقت بمجرد ما المقاول بيبدا ياخد فلوسه وبيبدا يسدد اللي عليه، لان في تشابك للاسف شديد ما بين شركات المقاولات يعني خاصة الشركات الحكومية وما بين البنوك، واخدة قروض من البنوك وليها فلوس عند الحكومة، فلما بتاخد من الحكومة تبدأ تسدد اللي عليها للبنوك، تبدأ تسدد للموردين اللي بيوردوا لها المواد اللي بتشتغل بيها، وبالتالي الحلقة كلها. طب دول هيدفعوا السوق ازاي؟ يعني لو احنا بنتكلم مثلا عن خطة قصيرة الأجل لتحفيز الاقتصاد المصري، تحفيز الاقتصاد ده لابد اصلا ان هو، لو احنا بنتكلم عن خطه قصيره الاجل، لابد ان المواطن في الشارع يشعر ان في حاجه بقت افضل. ما انا بقول لحضرتك بمجرد ان هو شركه المقاولات دي انت بتتكلم عن المقاولين وحكومه، هيحصل ايه؟ ما اقول لحضرتك لا هيحصل ايه؟ طريق كان محتاج رصف او كوبري واقف خانق طريق في المرور، وبالتالي المواطن بيعاني ان هو يخرج من هذا الطريق او يفتح فرص عمل، بيفتح فرص عمل، زي ما الاستاذه قالت ان هو بيشغل فيه مقاولين بتشتغل من الباطن، وبالتالي المقاولين بتشتغل من الباطن دول اللي احنا مسميهم مقاولين الانفار، بيبدا يجمع ناس عشان يشغلهم، الناس اللي بتشتغل باليوميه واللي بتشتغل بالاجره. بمجرد ان المشروعات غير المقاولات يعني قطاع المقاولات بيجر وراه بالظبط حوالي 72 قطاع اخر، بيشتغل نجارين، بيشتغل حدادين، بيشتغل في بناء، في كله بتاع الازاز، بيشتغل بتاع الخشب، بيشتغل بتاع، بتلاقي جر وراه قطاعات كبيره جدا. ولذلك هم بيعتبروا دائما ان قطاع العقارات هو القائد دائما للاسواق. وعلى فكره مش كلام مؤتمر اليورومامي تمويل الاستثمار العقاري هيجر وراه مجموعه كبيره من الصناعات ومجموعه كبيره جدا من القطاعات الاقتصاديه. يعني احنا في النهايه بنشكر الاستاذ علاء معتمد نائب رئيس تحرير الجمهوريه للشؤون الاقتصاديه، شكرا جزيلا على حضورك في هذا. شكرا شكرا ليك استاذ علاء، كنت ضيف عزيز على هذه الفقره الاخيره من برنامج هذا الصباح، وشكرا لكم مشاهدينا تابعتم معنا على مدار ساعتين هذا البرنامج اللي حاولنا من خلاله ان احنا نلقي الضوء على اهم الاخبار والاحداث اللي دارت صباح اليوم. غدا باذن الله فريق عمل هذا الصباح وفريق عمل جديد، شكرا والى اللقاء. الى اللقاء.